أهلا بحضراتكم. أن تمنع الماء والكهرباء والوقود عن مستشفى فأنت ترتكب جريمة حرب. أن تحول هذه المستشفى أو القطاع الصحي في مكان ما لساحة حرب فهي جريمة حرب أبشع من الجريمة الأولى. أما أن تتحدث عن إخلاء مستشفى به مصابين ولاجئين فأنت تتحدث عن جريمة حرب مكتملة الأركان وتخطيت كل الخطوط الحمراء المتعلقة بالقانون الدولي والإنساني. النهاردة آخر أخبار وصلتنا عن مستشفى الشفاء في غزة أنه بيتم إخلاءها تحت الرصاص، مئات المرضى بيواجهوا الموت في الشوارع وتوقف المستشفى عن العمل. وربما لو حضراتكم تابعتوا بعض الصور والفيديوهات اللي بتوصل لنا من مستشفى مجمع الشفاء الطبي، أكبر مجمع طبي على مستوى غزة، تم تأسيسه سنة 1946. خلي بالكم حضراتكم من التاريخ ده، 1946 كان تاريخ إنشاء وتأسيس مجمع الشفاء الطبي، وهو أكبر مجمع طبي أو مستشفى موجودة في غزة. تابعنا من كام يوم، من أيام طويلة، اللي بيحصل سواء استهداف المستشفى من أول منع المية والوقود والكهرباء وقطع الاتصالات، وعانينا كلنا مع أهالينا في غزة من مثل هذه الأمور. لكن من كام يوم تحول الموضوع لأبشع، إن احنا شفنا المستشفى ومجمع الشفاء الطبي بيحاصر بالكامل وبيتم التعامل مع كل من يحاول الخروج من هذه المستشفى ومن هذا المجمع، التعامل بالرصاص الحي، يعني اللاجئ داخل المستشفى المصاب، الحالات الحرجة ممنوع تماما ان هي تتحرك من المستشفى. وبناء عليه كان الكلام وقتها على ان في جثث لمرضى توفوا داخل المستشفى في ظل هذا الحصار العسكري من قوات الاحتلال، واصبح الاحياء بجانب الأموات في طرقات المستشفى. ويمكن البعض كمان تحدث عن أن كان في جثث تم تحللها، وده يعني نذير لانتشار أوبئة. تخيلوا حضراتكم الكارثة وصل لحد فين، أحياء وأموات في مكان واحد المفروض أنه هو مستشفى لعلاج المصابين وعلاج أصحاب الأمراض المزمنة. مش عايز أتكلم عن الأطفال الخدج أو الأطفال المبتسرين اللي كانوا في الحضانات، وبنتابع مع حضراتكم دلوقتي مشاهد من داخل المستشفى. الوضع مأساوي جدا، يمكن الواحد بيحاول يبعد نفسه عن مشاهدة مثل هذه المشاهد، لكن بنضطر. ظلمة، ظلام دامس داخل مستشفى هي الأكبر في غزة، بيتم استهدافها بالرصاص الحي، ويتم استهداف كل من هو داخل هذه المستشفى بادعاءات هنسمع بعدين إن هو لا، إحنا كنا متخيلين إن فيها وأصبح وما لقيناش فيها. كلام أعتقد بيعيد إلى الأذهان الكثير من المآسي اللي بيتعرض ليها من هم في وضع زي اللي بيعيشوا أهلنا في غزة. وأعتقد إن ما فيش وضع أصعب من اللي إحنا بنشوفه حاليا. الموضوع يتطور بعد كده إن الأطفال تموت اللي في الحضانات، المرضى اللي في العناية المركزة تموت لانقطاع الكهرباء والوقود والأكسجين، نشوف ان الاطفال اللي باقي على قيد الحياه بيتم لفه ببطانيات الومنيوم جنب ميه مغليه لتهيئه جو مقابل او مقارب لجو الحضانات. حاجات لو شفناها في افلام رعب وافلام خيال يمكن ما نصدقهاش، لكن تصبح حقيقه وواقع بنعيشه في ظل صمت المجتمع الدولي وتحدي صارخ لقانون المجتمع الدولي. فاحنا بنتكلم عن جرائم حرب مكتمله الاركان. يتم بعد كده إخلاء المستشفى، مئات المصابين واللاجئين هيروحوا فين؟ سبق وكنا بنشوف إن اللاجئين أو النازحين بيتم استهدافهم، لكن يوصل الأمر إنك تخلي مستشفى بحجم مستشفى الشفاء الطبي في غزة واللي تاريخها بيعود لسنة 1946. الموضوع ده يجب التوقف عنده كثيرا، لأن احنا يعني كنا بنتكلم عن إن اللي بيحصل في مستشفيات غزة كلها أمر يجب التوقف عنده. لا هنتكلم على الحصار المفروض على قطاع غزة كله، لا هنتكلم عن انقطاع أو قطع الإمدادات والأدوية والمواد الغذائية والمياه والكهرباء والوقود عن القطاع، هنعتبر أن ده بيتم في سياق حرب غير عادلة أصلا. لكن
لما يكون المنفذ الوحيد والمنقذ الوحيد والمسعف الوحيد وآخر أمل لأي مصاب موجود على أرض غزة، وآخر أمل لكل مريض ولكل طفل مولود. الأطفال بتقتل وبتقصف في شوارع غزة وفي المنازل وفي مراكز الإيواء والمدارس. لسه شايفين النهاردة كارثة لا تقل صعوبة وتوحش عن اللي شفناه يوم 17 أكتوبر في مستشفى المعمداني. 500 قتيل يومها، 500 شهيد عفوا. النهاردة بنتكلم عن حوالي 200 شهيد في مدرسة الفخورة. بنتكلم عن كوارث بتحصل كل يوم وكل ساعة. الأوضاع بتسوء، الأوضاع مش عارفين هي رايحة لحد فين. قوات الاحتلال إيه هدفها بالظبط؟ إيه خطتها؟ هل هي مش عارفة ترجع تاني عن تقدمها لاستهدافها للمستشفيات؟ هل هي بتتحدى العالم كله وبتقول إن هي فوق القانون الدولي والقانون الإنساني؟ ده اللي محتاجين نعرفه من خلال محللينا السياسيين، خبرائنا العسكريين، الدبلوماسيين، الناس اللي شايفة المشهد من فوق. لو تخيلنا إن غزة بكل الصراع الحالي اللي فيها والصراع غير فاصل غير عادل عفوا ومعركة غير شريفة بتتم على أهالينا في غزة، وفي المقابل بنلاقي مصر على الطرف الآخر بتبذل كل ما في وسعها سواء سياسيا إنسانيا دبلوماسيا لوقف هذه الحرب غير العادلة لإيصال المساعدات لأهالينا في غزة. أمور كثيرة سنتحدث عنها الليلة في حلقة التاسعة. ابقوا معنا مشاهدينا، هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. هندخل لقطاع غزة نشوف ايه اللي بيحصل داخل المستشفيات، هنشوف كمان ايه اللي بيحصل داخل المجتمع الإسرائيلي، وهنشوف اللي بيحصل على أرض مصر من كل المشروعات والمساعدات الإغاثية اللي بتروح لأهلنا لغزة. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. أهلا بحضراتكم من جديد. مجزرة جديدة فيها عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفخورة. مدرسة الفخورة هي أحد المدارس أو التابعة الملاجئ التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. تم استهدافها في مجزرة جديدة من مجازر الاحتلال وراح ضحيتها. يعني في الأرقام بتتكلم لحد دلوقتي أو من شوية عن حوالي 200 شهيد. احنا معانا دكتور ماهر الصافي المحلل السياسي الفلسطيني. دكتور ماهر أهلا بيك معانا يا فندم في التاسعة. أهلا بيك، أهلا بيك، يسعد مساك ومساء المشاهدين. يعني هي مجزرة جديدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يعني إذا كنا بنتكلم قبل كده عن مجزرة مستشفى المعمداني، بنتكلم عن اللي بيحصل في مستشفى مجمع الشفاء الطبي، قبل كده استهداف كتير من مراكز الإيواء. النهاردة مجزرة جديدة. الأولى التي ترتكب، هناك مجازر ارتكبت على مدار 42 يوم، كل يوم مجازر في من شمال من بيت حنون حتى رفح. المجازر مستمرة، مدرسة الفخورة وبعدها بلوك في مخيم جباليا وبعدها في خانيونس وقبلها خانيونس وبعدها في النصيرات والبريج والصبرة. يعني هناك مناطق تتعرض لمجازر ولكن الإعلام لم يغطيها. منطقة الشيخ رضوان ومنطقة أبو حصيرة سابقا ومنطقة زيتون ومنطقة الشاطئ، هناك مجازر حقيقية ارتكبت ولكن لا إعلام. هناك تخيل مباني بأكملها، وأنت تعلم جيدا أن النازحين المهجرين في تلك المناطق يكونون بأعداد، الأطفال كثر، النساء كثر، الرجال. يعني المجازر مستمرة. نحن نتحدث عن ما يزيد من 1300 مجزرة ارتكبت. يعني هناك عائلات تحت السجل المدني. يعني عمليات ممنهجة منظمة، المدفعية قصفت الأطفال والنساء وهم دائمين. نعم. يمكن احنا دلوقتي يمكن بنعرض معاك دكتور ماهر صور من مسألة نزوح أهالينا في غزة من مجمع الشفاء الطبي. طبعا المشهد يعني بيتكلم عن نفسه، مشهد قاسي جدا. لكن خليني أسألك دكتور ماهر في مسألة أو نعتبرها سياسة استهداف المستشفيات والمدارس. تفتكر يعني ليه بقالهم فترة مركزين جدا على المستشفيات والمدارس؟
يعني إسرائيل أوهمت الشارع الإسرائيلي بأن قيادة المقاومة موجودة تحديدا تحت مستشفى الشفاء أو المعمداني أو القدس أو الرنتيسي أو كافة المسميات التي كل المدارس اللي تم المستشفيات اللي تم استهدافها أو كافة المستشفيات التي تعطي لنا الاسم بأن النصر قادم سواء القدس أو الشفاء أو المعمداني أو الرنتيسي وغيرها من المستشفيات التي تم قصفها وتم تبليغ من فيها بالإخلاء كمستشفى الشفاء. يعني تخيل أن يكون هناك مرضى قلب، عناية، سرطان، جروح، بتر، أطفال، كيف لهؤلاء أن يمشوا عشرات الكيلوات؟ يعني هل المجتمع الغربي عندما حصلت الأزمة الأوكرانية وقف مثل ما وقف مع غزة؟ غزة تباد، غزة تحرق، غزة تهدف إسرائيل إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الخروج من غزة إلى الأراضي التي هم يظنون بأن هذا هو الوطن البديل، ولكن هيئات الشعب الفلسطيني سينزل زمن من أجل الحفاظ على الأرض، ولكن ما يحدث هو إبادة، هو قتل بالطائرات وقتل بالتجويع. يعني 43 يوم لم يدخل غزة من الشاحنات، يعني لا يزيد عن 1900 شاحنة، وأن قطاع غزة كان يدخله 500 شاحنة يومين قبل العدوان. إذن الموضوع ممنهج ومدروس ويخطط لما بعد، فما يحدث في غزة وما سيحدث في الضفة الغربية هو برمجة حقيقية لتنفيذ المخططات البريطانية والأمريكية. هو على تفضل. هو أنا بس يمكن مركز مع حضرتك في مسألة المدارس والمستشفيات، لأن هي الناس كلها بتسأل سؤال واحد، هي الخطة دي أو الخطة استهداف المستشفيات والمدارس جاية منين؟ هل نجحت إسرائيل في من خلال خطتها دي الغير مفهومة لحد دلوقتي، سواء بقى بادعاءاتها أن هي فيها مراكز لتخزين الأسلحة من حركة حماس أو غيره، كلها يعني ادعاءات لم تثبت صحتها حتى الآن، وحتى وإن ثبت صحتها فلا يجب أبدا استهداف مرضى وأطفال في العينات المركزة. لكن هل نجحت إسرائيل أو الاحتلال الإسرائيلي في خطته حتى الآن؟ لم تنجح. هو خطط، يعني هو حدد هدف أمني وهدف سياسي وعسكري ولكن لم ينجح، ولكن هو لا يريد أن يخرج من هذه المعركة مكسورا أمام الضغط الشارع الإسرائيلي وأمام ضغط بعض الوزراء الذين يطلبون من نتنياهو بالاستقالة أو بالنزول عن منصبه. موضوع المستشفيات وخاصة يعني عندما يأمر الجيش السكان بالاتجاه إلى الجنوب، اليوم وأمس هناك شهداء، يعني نسبة ما يزيد عن 50% من الشهداء كانوا من الوسطى والجنوب ورفح. يعني ما فيش القوافل، الناس اللي كانت بتهاجر أو تنبح من مناطق الشمال والجنوب وغزة إلى الجنوب كانوا الرصاص. الآن مئات الجثث في الشوارع لا يستطيع أحد أن يقترب منها. هناك يعني أساليب يستخدمها الجيش الإسرائيلي ضد النازحين، أساليب قمعية، أساليب يعني لا يصدق ما يشاهد. يعني الوضع خطير جدا، ما يحدث في المستشفيات وما يحدث في مدارس اللواء هو تطبيق ممنهج لسياسة إسرائيل للأرض المحروقة، ولا يريد لا مشفى ولا يريد حقوق إنسان ولا مجتمع غربي ولا حتى المظاهرات التي تنادي بنصرة فلسطين والقضية الفلسطينية. لا يهمه، هو يهمه فقط أن لا يرجع أو لا ينزل من على ما كان يخطط له بأنه سيحقق أهداف الأمنية. هو عندما يفشل يضرب المدارس والمستشفيات، وعندما يفشل يضرب مراكز الإيواء والمخابز ومخازن المياه. هو ما فيش عنده أهداف محددة، وكل هدف في قطاع غزة يعتبره هدف لا يجب أن يتم قصفه. أفهم من كلام حضرتك دكتور ماهر أنك بتقول أن نتنياهو في خط لا عودة، يعني مش عارف يرجع عن قراراته برغم ضغوط بعض الوزراء في حكومته،
وإن طال أمد هذه الحرب فلمصلحة من الكاسب؟ هو يريد إطالة أمد الحرب لأنه يريد أن يحقق مكاسب حتى ولو بالقضاء على القادة أو بما يسميهم الوزراء في حركة حماس أو العاملين في حركة حماس، فهو يعتبرهم أو يصور للشعب بأن هؤلاء هم المقاومين وهم الإرهابيين. يعني بالمختصر المفيد، كل طفل فلسطيني هو في نظر نتنياهو إرهابي، ولكن إطالة أمد الحرب هو يعتبرها في صالحه، ولكن هو ليس في صالحه لأن هناك خسائر على الأرض من الجنود في شمال غزة وفي غزة وفي كل منطقة في قطاع غزة. ده غير الخسارة الاقتصادية في الداخل الإسرائيلي، المليارات والخسائر الاقتصادية والكساد وعدم انتعاش البورصة والأرباح، يعني ده شيء جانبي لأنه هو يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعمه، فهذا الأمر الاقتصادي والمالي حطه على جانب، هو همه على حماس والقضاء على المقاومة ورد الاعتبار ل 7 أكتوبر، لأنه ما حصل في 7 أكتوبر كانت وسط مطار في جبين الجيش وفي جبينه الذي هو المتهم الأول والأخير على تلك الأحداث المشارة لطويلة اتهمه بأنه هو من تقاعس عن الدفاع عن إسرائيل في ذلك اليوم. سنرى في الأيام القادمة الأمور هتوصل لحد فين. دكتور ماهر الصافي المحلل السياسي الفلسطيني، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معنا في التاسعة. مسألة استهداف المستشفيات أعتقد لو حضراتكم بحثتوا عنها وشفتوا تاريخ استهداف المستشفيات في كل الحروب من الحرب العالمية الثانية، الحرب الكورية، حرب الخليج، ممكن نعرف هي الخطة دي أو المدرسة دي في الحروب جاية منين. من أخبارنا النهاردة وأخبار متعلقة كمان بموضوع ما يحدث داخل غزة والدور المصري، بنأكد دايما أن مصر لا تسعى إلى دور، هو مصر عليها دور قومي عربي سياسي دبلوماسي إنساني فيما يتعلق بكل قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية بالطبع. النهاردة كان في زيارة مهمة جدا لرئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين لمصر، وأكدت فيها على تواصل السعي المصري بجانب المفوضية لإيقاف الحرب واللجوء لحل الدولتين، وطبعا عارفين أن في دول بتؤيد هذا المسار وخاصة أمريكا وأسبانيا. اللقاء كان مهم جدا في عدد من المحاور وعدد من الدلالات. احنا بنتكلم على المفوضية هي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، المفوضية هي المسؤولة عن إقرار تشريعات، تنفيذ قرارات، متابعة الأعمال اليومية للاتحاد الأوروبي، فكون زيارة بهذه الأهمية تحدث في هذا التوقيت فده لي مدلول كبير، وربما يأتي على رأس هذه الدلائل هو هل تغير موقف الاتحاد الأوروبي مما يحدث في غزة من ضرورة إيقاف الحرب وإنقاذ المدنيين ونفاذ المساعدات إلى داخل قطاع غزة. ده اللي هنعرفه مع ضيفنا اللي معانا على التليفون الدكتور حامد فارس الخبير المتخصص في الشؤون الدولية. دكتور حامد أهلا بيك معانا. أهلا بيك يا أستاذ يوسف، أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم. أرسولا فون دير لاين في القاهرة تلتقي بالرئيس السيسي لبحث ما يحدث في غزة ضمن أجندة هذه الزيارة، وكان على رأس هذه الأجندة ما يحدث في قطاع غزة وضرورة وقف الحرب. السؤال المباشر، هل تغير موقف الاتحاد الأوروبي مما يحدث في غزة؟ طبعا يعني المراقب بشكل جيد للأحداث في فلسطين والمواقف الدولية تؤكد على أن مصر بتعيد التوازن مرة أخرى للمواقف الدولية والأوروبية بشكل كبير تجاه القضية الفلسطينية. مصر في الفترة الأخيرة نجحت في إحداث انفراجة حقيقية في الكثير والكثير مع الدول الأوروبية والتأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية بضرورة تنفيذ مبدأ حل الدولتين وعدم استهداف المدنيين، ونجحت أيضا في كسر الحصار عن غزة، وبالتالي مصر بتنسق بشكل كبير جدا على المستوى الإقليمي أو الدولي من خلال شركائها الإقليميين والدوليين في إطار السعي وبشكل كبير إلى توحيد المواقف لكي يكون هناك يعني نظرة سليمة للأمور، نظرة بعينين وليس بعين واحدة،
على اعتبار أن مصر بتتحرك في إطار دورها الريادي والمحوري سواء على المستوى السياسي أو المستوى الإنساني. هذه الزيارة بتعكس مكانة مصر، ثقة مصر في المنطقة، ليست الزيارة الأولى. اليوم أيضا كان في تصريحات مهمة جدا لوزيرة الخارجية الفرنسية، والتأكيد أيضا على ثوابت القضية المصرية فيما يخص القضية الفلسطينية. وبالتالي أرى أن الدولة المصرية بتتحرك في إطار البحث والسعي بكل قوة لإنهاء حالة الانسداد السياسي ووقف الحرب والعودة مرة أخرى من خلال تنفيذ الكثير من الإجراءات في الفترة القادمة. سترفع مصر أظن بعد وقف الحرب وإن شاء الله قريبا للعمل على يعني عقد مؤتمر دولي للسلام يكون هو اللبنة الرئيسية التي يتم البناء عليها، وضع خارطة طريق تحقق انفراجة في المشهد المعقد والمرتبك في الأراضي الفلسطينية. المظاهرات اللي بتشهدها الشوارع في عديد من العواصم الأوروبية بجانب طبعا المساعي المصرية الحثيثة لوقف هذه الحرب، كيف تنظر إلى كلا المحورين دكتور حامد؟ يعني أظن أن العالم الغربي منقسم بشكل كبير ما بين قيادات وشعوب. هناك دور كبير لتعظيم القضية الفلسطينية لدى الشعوب العالم بشكل كبير، وبالأخص الشعوب الأوروبية والآسيوية، وده ظهر بعد الاعتداء الأخير والعدوان الغاشم على قطاع غزة. وده لأول مرة يا أستاذ يوسف نرى مظاهرات أمام منزل الرئيس الأمريكي، دي لم تحدث في التاريخ. مظاهرات مؤيدة للقضية الفلسطينية أمام منزل الرئيس بايدن، دي دلالة واضحة على تغير المزاج العالمي للشعوب الأوروبية والأمريكية، وأيضا في كل دول العالم. في بريطانيا نتيجة الضغوط اللي تعرضت لها الحكومة البريطانية، إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بشكل واضح، وده دلالة على أن هناك رؤية جديدة من خلال ضغط حقيقي من الشعوب الأوروبية والأمريكية على قياداته لكي تغير نظرتها، وبأن الظلم لن يستمر كثيرا. العباءة الأمريكية التي منحت لإسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب كل هذه الجرائم أرى أنها ستسقط. أرى أن هناك كمان نقطة مهمة جدا لابد أن نتحدث عنها، أن هناك تغير نوعي في الموقف الأوروبي بعيدا عن الإدارة الأمريكية. أصبح هناك صوت مختلف بشكل واضح من قبل الغرب وأوروبا، ولا بد أن يتم تقوية هذا الصوت لأنه صوت الحق، لأن كل الدول الأوروبية بشكل واضح كما شاهدنا يعني على سبيل المثال البرلمان النرويجي عندما يقر بأنه سيعترف بدولة إسرائيل، هذه خطوة إيجابية. دولة فلسطين طبعا يعني أنا بتكلم على البرلمان النرويجي والاعتراف بدولة فلسطين، ده دليل واضح على أن هناك الكثير والكثير من الإجراءات التي أرى أن الفترة القادمة يعني سيتم إحياء مسار السلام، وسيتم الضغط بشكل واضح على حكومة الاحتلال لتتوقف عن عدوانها الغاشم على قطاع غزة. دكتور حامد، يعني آخر الحروب اللي احنا كنا بنشوف فيها انقسام ما بين قادة بعض الدول كانت حرب الخليج، هل نحن أمام نموذج مشابه في ما يحدث في غزة؟ هل المخطط الإسرائيلي يعتمد على الدعم الأمريكي إلى آخر لحظة؟ يعني في جزئية مهمة جدا لابد أن يعلمها المشاهد، وهي توزيع الأدوار بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل فيما يخص التصعيد في قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية متولية بشكل كبير إيجاد دعم سياسي ودبلوماسي لإسرائيل سواء في المحافل الدولية أو حتى عندما تقرر بعض الدول اتخاذ الإجراءات أو رغبتها في اتخاذ إجراءات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتتدخل الولايات المتحدة الأمريكية كحائط صد للوقف أي تصعيد تجاه إسرائيل. ومن الناحية الأخرى إسرائيل بتتحرك على الأرض لتنفيذ مخططها ومحاولة احتلال شمال قطاع غزة وإباتة أي يعني مظاهر للحياة بشكل كبير، وارتكاب الكثير من جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري اللي هي دائما وأبدا مخالفة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني. يعني بالتالي عندما شاهدنا حتى في مجلس الأمن يا أستاذ يوسف يعني كان في محاولات، أكثر من 4 محاولات ل
خروج قرار من مجلس الامن، وحتى عندما خرج القرار من مجلس الامن 2712 لم يحقق المرجو، لان هو صيغه القرار هي صيغه فصاده، عندما يقول صيغه القرار وفي بدايه الكلمه يدعو او يدعو الاطراف، معنى ذلك انه ليس هناك الزام، على الرغم من انه من المفترض ان تكون قرارات مجلس الامن هي قرارات ملزمه ولابد من تنفيذها. ايضا افتقد لوجود خريطه طريق أو آلية لتنفيذ هذا القرار، بمعنى أنه لابد أن يحدد المدة لوجود هدنة إنسانية، لم يذكر ذلك، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة بتعطي الغطاء الكامل لإسرائيل لاستمرار مخططها، وبالتالي هناك نقاط كثيرة في هذا القرار لم تحقق النتائج المرجوة منه، وبالتالي هو قرار ضعيف لابد أن يتبعه قرارات أخرى. ده اللي هيخليني أخد حضرتك لنقطة المنظمات الأممية والمجتمع الدولي. حضرتك بتقول أنه طبعا كان واضح جدا أن كل القرارات والبيانات اللي صادرة في صيغة ندعو وليست في صيغة إلزام بجدول زمني محدد، وبالتالي تفقد مصداقيتها وتفقد قوتها مع بالانضمام لمسألة تحدي أو تصدي الولايات المتحدة لكل القرارات التي تصب في مصلحة إيقاف إطلاق النار. لكن في ظل المساعد الأوروبية الحالية والموقف الأوروبي الذي يتغير والزيارات التي تتم إلى مصر للحديث عن وقف إطلاق النار، ماذا بقي أمام هذه المنظمات الأممية؟ ونحن نجد أيضا أن اتفاقية جنيف يعني تكاد يضرب بها عرض الحائط. يعني قولا واحدا بهذه الصورة إسرائيل لا تخضع للقوانين الدولية، ولكن لابد أن ننظر لنصف الكوب المملوء، بمعنى بالفعل بدأ يبقى في تغير من في الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا. يعني احنا بعد زيارة الرئيس ماكرون لمصر واللقاء بفخامة الرئيس السيسي، تبنت الدولة الفرنسية والرئيس ماكرون تحديدا كلمة مصر أمام اجتماع الاتحاد الأوروبي. لو بصيت لكلمات ولغة الرئيس الفرنسي نجد أنها متطابقة في إطار العلاقات التاريخية اللي بتجمع والاستراتيجية اللي بتجمع مصر وفرنسا، يعني واللي أكدت على ثوابت مصر لحل القضية وضرورة تنفيذ مبدأ حل الدولتين، كسر الحصار عن قطاع غزة، عدم استهداف المدنيين، الرفض القاطع للتهجير، كلها نقاط بتتحدث عنها الدولة المصرية من خلال أن مصر هي صانعة للسلام. ولكن الآن لابد أن يكون هناك مواقف أكثر حسم من الدول الأوروبية، ولابد أن تخرج أوروبا من العباءة الأمريكية، تخرج من التبعية الأمريكية، لابد أن تتحرك أوروبا للعمل على تنفيذ مبدأ حل الدولتين، لابد أن تكون هناك أدوات ضغط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي بعيدا عن الهيمنة الأمريكية، ضغط أوروبي، والقوى الأوروبية قادرة على ذلك. يعني الزيارات الكثيرة وهذه التغيرات، يعني جوزيف بوريل أيضا أكد على نفس المعنى، الآن فون فاندر لاين بتؤكد على نفس المعنى، وبالتالي أرى أن المواقف الأوروبية لابد أن تلعب دور مهم جدا في الفترة القادمة. أنا بشكرك جدا دكتور حامد فارس الخبير المتخصص في الشؤون الدولية لوجودك معنا في التاسعة. وزير الأمن القومي الإسرائيلي ويسمى المتطرف إتمار بن غفير، هو كل فترة بيطلع كده بحاجة غريبة شوية، فالنهاردة بيسعى لإقرار قانون جديد بإعدام الأسرى الفلسطينيين. في معانا كمان خبر خاص بيه هنشوف لو هناخده النهاردة فيما يتعلق بترخيص الأسلحة للمستوطنين، وفي أرقام مرعبة ومخيفة في مسألة تراخيص الأسلحة هنقولها لما نتكلم عن النقطة دي. لكن مسألة قانون إعدام الأسرى تحديدا هو يجب الوقوف عنه. مبدئيا هو تم الموافقة عليه مبدئيا في الكنيست في مارس اللي فات، لأنه متقدم من فبراير اللي فات. مسألة الإعدام نفسها في إسرائيل ممنوعة إلا لعدد أو فئة معينة، وربما تمتنع إسرائيل عن إعدامهم لعدم استفزاز الجانب الفلسطيني في الضفة الغربية. لكن كون قانون أو مشروع أو مقترح زي ده يتم إثارته مرة أخرى في الأيام اللي احنا بنتكلم فيها دي عما ترتكبوه إسرائيل من جرائم حرب داخل قطاع غزة، إذن يجب الوقوف وكمان الحديث عن تبادل أسرى وعدد أسرى كبير من الفلسطينيين أطفال ونساء في السجون الإسرائيلية. يخلينا نسأل عدة أسئلة للدكتور رامي عبده رئيس
المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. دكتور رامي أهلا بك معنا يا فندم. أهلا بك وتحياتي لك ولكل المشاهدين. أهلا بحضرتك. مقترح أو مشروع مقترح بإعدام الأسرى والقانون الدولي، يعني هو اتفاقية جنيف ما بتقولش كده خالص، يعني واضح جدا أنه هذا جزء من عملية الجنون الإسرائيلية والوحشية التي تمارس اليوم في كل الاتجاهات، ليس فقط في قطاع غزة وإنما في الضفة الغربية. هناك عمليات إعدام على الهوية، وهناك عمليات يوثقها جنود الاحتلال والمستوطنين لعمليات يعني إساءة للجثث وللمعتقلين وتعريتهم، ومشاهد فظيعة ومروعة وعمليات تصفية جسدية. ويمارس اليوم ما يمارس حقيقة اليوم هو في غزة هو مدرسة بن غفير. يعني عندما نتحدث عما يمارس الاحتلال اليوم في غزة، هو يمارس عمليات قتل جماعي منتظم لكل السكان في قطاع غزة. صحيح أن التركيز اليوم على منطقة شمال غزة ومدينة غزة ضد السكان الذين رفضوا النزوح ورفضوا اللجوء ورفضوا تلف منازلهم، ويوجهوا على مدار الأيام الماضية، يعني أنا أتحدث لك حتى هذه اللحظة المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف عن قصف سكان شمال غزة ومدينة غزة لأنهم رفضوا النزوح ورفضوا ترك منازلهم. قوبلوا بقصف بالمدفعية، تدمير لمراكز النزوح بما فيها مدارس للأمم المتحدة. وأمس على سبيل المثال بلدة اسمها بلدة بيت لاهية، رفض السكان الخروج وترك منازلهم والنزوح. قام الاحتلال الإسرائيلي الذي يهندس بشكل أساسي سياسة بن غفير بضرب المكان ب 300 ضربة وقنبلة فوسفور أبيض سام من أجل حرق الناس وحرقهم بشكل كامل. إسرائيل تنفذ عمليات إعدام جماعي اليوم ليس بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. ما هو ده اللي أنا كنت عايز أقول لحضرتك، هل إسرائيل محتاجة القانون لإعدام وهي ترتكب هذه المجازر يوميا أصلا؟ يعني أنا أعتقد سؤالك صحيح مهم ولاحظتك مهمة جدا، إنه إسرائيل ربما تلعب هذا المشهد وتشير أو تحاول أن تشعر الناس أن لديها منظومة قوانين ومنظومة تقوم بعمليات التشريع وتناقش وترفض وتقبل، لكنها في حقيقة الواقع تمارس عمليات القتل والفظاعات التي تشويه الجثث والمساس بكرامتها وهيبتها، وتقتل الناس وتعري المعتقلين وتقوم بتصفيتهم وقتلهم. نحن في غزة على سبيل المثال وثقنا عشرات عمليات الإعدام على الممر الآمن الذي ادعى الاحتلال الإسرائيلي أنه ممر آمن، وطلب السكان شمال غزة ومن الشمال الجنوب حقيقة تم تصفية عشرات من الفلسطينيين من النساء من الأطفال، قتلهم بدم بارد. اليوم عندما تقوم إسرائيل بعمليات تجويع للناس، تقوم بقصف المخابز، تقوم بقصف خزانات المياه، تقوم بقصف محطات المياه، تقوم بقصف محطة أو مطحنة الدقيق الوحيدة في قطاع غزة، هي تقوم بعمليات تجويع. منطقة غزة وشمال غزة لك أن تتخيل منذ 43 يوم لم تدخلها قطرة ماء واحدة، وبالتالي إسرائيل عندما تقوم بعمليات التجويع هي تقوم تمارس عمليات إعدام بحق الأطفال. هناك عشرات من الوفيات من الأطفال، آلاف من تم قصفهم، وهناك بالتأكيد صحيح. تحت الأنقاض، يعني وهناك اليوم الموت البطيء في المستشفيات ومن صحيح. الجوع هذا صحيح هذا إعدام، يعني هو فعلا اليوم. أمر يدعو إلى السخرية عندما تقتل حتى اليوم في 40 يوم أكثر من 5000 طفل بدم بارد وزيهم تقريبا نساء، وتتحدث عن قانون الإعدام، وأنا شايف أنه أمر يدعو إلى السخرية. خلينا أخذ حضرتك لنفس هذا المسؤول المتطرف، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير. غير بقى موضوع قانون الإعدام، بيتكلم عن إقرار قانون جديد أو توزيع أو تسهيل منح تراخيص السلاح. احنا بنتكلم يا دكتور رامي، عفوا، احنا بنتكلم على يوميا الاخبار اللي معانا حوالي 1700 ترخيص يوميا بيتم منحه يوميا داخل اسرائيل. حتى الان من 7 اكتوبر لحد النهارده 236 الف طلب ترخيص سلاح داخل الدوله الاسرائيليه، والرقم ده بيعادل مجمل طلبات ترخيص الأسلحة في إسرائيل لمدة 20 سنة. يعني اللي كان بيتم تقديمه في 20 سنة تم نفس الرقم في 40 يوم.
18000 واحد لحد النهارده حصلوا على التراخيص، ويمكن معانا صور اهيت لتسليم التسليح. احنا بنتكلم عن تسليح مستوطنين دكتور رامي، وعارفين يعني عايزين نعيد للاذهان تاني مساله تسليح المستوطنين وخطره على الفلسطينيين وايضا على الداخل الاسرائيلي كمان. خلينا نتحدث وبوضوح اكثر، ربما ليس في الجانب الحقوقي، لكن اذا نظرنا تاريخيا للاحتلال الاسرائيلي كمشروع استعماري يمارس العنف في هذا المجتمع بشكل بنيوي، أي عمليات التنفيذ الجرائم التي تنفذ اليوم تنفذ منذ بدء الاحتلال عبر تشكيلة ينخرط فيها المجتمع الإسرائيلي ككل، أي أن المجتمع ككل يمارس العنف البنيوي، وبالتالي عمليات القتل اليوم التي نشاهدها في الضفة الغربية يقوم فيها المستوطنين، ترعاها المؤسسات المدنية الإسرائيلية وتدعمها، وينخرط حتى فيها الاقتصاد الإسرائيلي ومؤسسات الأعمال الإسرائيلية، وهو الأمر الذي نشاهد اليوم عبر دعم جنود الاحتلال. يعني ما الذي يجري في غزة اليوم؟ الجيش الإسرائيلي يقتل، الشعب الإسرائيلي يصفق، مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الإسرائيلي منخرطة في دعم عملية الإبادة التي تجري في غزة، والحكومة الإسرائيلية تقوم بالتوجيه. لذلك لا أعتقد أنه يجب أن نقف طويلا عند تصريحات بن غفير، لأني أنا أضعها شخصيا في نفس السياق اللي تحدثت فيه حضرتك، هو محاولة التمويه، وكأن السلاح موجود في أيدي المستوطنين عبر إجراءات ترخيص والتحقق من أن الذي يحمله يستطيع حمل السلاح. المجتمع الإسرائيلي بالمجمل هو مجتمع مسلح، الاستيطان يمتد، والعربدة الاستيطان تمارس اليوم على نطاق واسع في الضفة الغربية. الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية، قتلت إسرائيل في الضفة الغربية 220 فلسطيني، وهي لا يوجد حرب حقيقية بالمعنى الحقيقي، إنما يوجد قتل للفلسطينيين، تمثيل بجثثهم، إهانة للفلسطينيين، تدمير للقرى والمدن الفلسطينية عندما يدخلوا جنين على سبيل المثال أو طولكرم من أجل تنفيذ عملية اعتقال لشخص. تقوم الجرافات الإسرائيلية بتجريف وتدمير البنية التحتية، وبالتالي نحن أمام مشهد كما قلت ينخرط في الجميع، والإسم مستوطنين على رأس هذه الهجمات يقومون بالهجوم على القرى الفلسطينية، حرق المحاصيل الزراعية الفلسطينية وتدمير أشجار الزيتون وحرق المنازل والاعتداء على السيارات الفلسطينيين وأطلاق النار على الأطفال الفلسطينيين. وبالتالي هذا مشهد يعني بشكل أساسي أن انخراط المجتمع الإسرائيلي للأسف في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم هو ارتكاب واسع، ويريد بن غفير أن يقول أنه أيها المجتمع الإسرائيلي أو أيها العالم نحن نقوم بعمل تنظيم لحمل السلاح، في حين أن السلاح يحمل الكل الإسرائيلي امرأة أو رجل. يعني مسألة احنا معانا حتى دلوقتي مشاهد حية لما يحدث في غزة وتحديدا في غلاف غزة. دكتور رامي أنا بشكرك جدا لوجودك معانا، دكتور رامي عبده رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. ويمكن زي ما ضيفنا الكريم نوه أن مسألة إعلان دولة إسرائيل عن طريق وزير أمنها القومي المتطرف، سواء بمسألة مناقشة قانون إعدام الأسرى أو المشاهد اللي احنا شفناها لتسهيل منح التراخيص السلاح لكل من يتقدم بطلب ترخيص السلاح، ضفنا شايف ان المسألتين وجهين لعملة واحدة بتقول ان إسرائيل ربما تستفز بيهم المجتمع الدولي، وكأنها دولة يعني تراعي القوانين، أي قوانين أنا مش عارف. هنروح لفاصل مشاهدينا ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات التاسعة. أهلا بحضراتكم من جديد. في منظومة التأمين الصحي الشامل اللي كلنا بنسمع عنها من فترة، هناك إنجازات حدثت على أرض الواقع في النص الأخير من
العام الحالي بيتمثل في طفرة في تاريخ الرعاية الصحية. مصر عانت كتير من مسألة عدم وجود تأمين صحي شامل بالمعنى اللي احنا كلنا كنا بنتمناه، من حيث البنية التحتية، من حيث الإجراءات، من حيث الحوكمة، من حيث يعني قياس نسبة رضاء المنتفعين عن من الخدمة المقدمة ليهم عبر هذه المنظومة، منظومة التأمين الصحي الشامل. كلنا عارفين ان هي بتتم على مراحل. المرحلة الأولى كانت بتضم 6 محافظات، بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، وتم بالفعل على أرض الواقع إنجازات حصلت في 3 محافظات، بورسعيد والأقصر وإسماعيلية. احنا معانا الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية. دكتور العقاد، أهلا بيك معانا يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ يوسف. أهلا بحضرتك. الأرقام بصراحة يعني مفرحة فيما تم من إنجازات على أرض الواقع في منظومة هيئة التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل بوجه الخصوص. عايزين نعرف إيه اللي تم لحد دلوقتي، والمحافظات اللي تم فيها تقديم الخدمة، ونسبة رضاء المنتفعين عن الخدمة المقدمة ليهم. تفضل يا فندم. أولا تسمح لي أرحب بحضرتك ونقول لزميلنا يعني يوسف الحسيني يعني ألف سلام عليك. حضرتك منور ومشرف النهارده، تحياتي لحضرتك. أشكرك. وكل فريق الإعداد. أشكرك. وكل السادة المشاهدين طبعا لبرنامج حضرتك. حضرتك منورنا يا دكتور محمد والله. ربنا يخليك أستاذ يوسف، ويعني دايما البرنامج ده بيكون فيه كل سبق وفيه كل اهتمام بقضايا المواطن المصري. اسمح لي كده في الاول هاخد بس 20 ثانيه او 30 ثانيه. لا الوقت معاك يا فندم، براحتك خالص. احنا الموضوع ده بيهم كل مصري، يعني نعزي اخواتنا في فلسطين ونقول ان احنا القطاع الصحي في مصر بيعمل ملحمه تحت قياده فخامه الرئيس وتعليماته ومعالي الوزير ودوله رئيس الوزراء الدكتور احمد السبكي رئيس الهيئه. بيتعمل ملحمه على الارض في مستشفيات وزاره الصحه التابعه للوزاره في شمال سيناء، ومستشفياتنا في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس. يعني بيتعمل ملحمة فندم لاستقبال كل مصابي ومرضى غزة بعد الأحداث اللي بتحصل هناك. فلازم أنوه أن أنا يعني من رأيي دي يمكن أهم حاجة في الوقت الحالي القطاع الصحي بيقوم بيها. مزبوط. طبعا إحنا بنشتغل مع أهلنا والمصريين بكل طاقتنا، ولكن لما نقدر القطاع الصحي يقدر يقوم كمان بخدمة دولة شقيقة زي فلسطين وأهلنا فلسطين ونساعدهم بالقدر المستطاع اللي احنا بنقدر عليه، دي حاجة كبيرة جدا لازم تتحسب لمصر وتتحسب لفخامة الرئيس وكل الناس اللي شاركت في هذه الملحمة. لأن احنا بقول لحضرتك الكلام ده من على الأرض ويمكن بيتقال من القلب، احنا فعلا بنشتغل من قلبنا عشان نساع كل المصابين والمرضى بتوجهات فخامة الرئيس ومعالي الوزير الدكتور احمد السبكي رئيس الهيئه، ان احنا نستوعب اكبر عدد من المصابين يكونوا معانا، وربنا يا رب يتم شفائهم يا رب يا رب. دي بس كانت بدايه كده لازم اقولها عشان نقطه في صالح يعني القطاع الصحي في مصر ووقفته جنب اخواتنا في فلسطين. معاك يا فندم. طبعا الارقام في القطاع الصحي في منظومه التامين الصحي الشامل زي ما حضرتك تفضلت حاجه تفرح. احنا بدانا في محافظه بورسعيد، بعديها الاقصر والاسماعيليه، بعديها دخلنا على جنوب سيناء، دول ال4 محافظات اللي اشتغلوا بالفعل. دخلنا كمان في محافظة السويس ومحافظة أسوان عشان تكتمل المرحلة الأولى، دول بدأنا فيهم التشغيل التجريبي. عايز أقول لحضرتك يعني أرقام كده عشان المواطن المصري في وسط يعني الحاجات اللي احنا فيها الأيام دي يكون في أرقام مفرحة. وحضرتك عارف ان القطاع الصحي من القطاعات المهمه جدا اللي بتخلي الواحد يبقى مطمن وهو في بيته. أيوة. ان في قطاع صحي قوي في ظهره، يعني لاي حاجه تحصل لظرف من الظروف هو موجود في ظهره وبيسنده بقوه. احنا قدمنا في الفتره اللي فاتت، احنا خلاص بنتم دلوقتي المشروع الوليد ده بقاله 4 سنين، شهر 11/2019 واحنا في 11/23. الحمد لله اكتر من 31 مليون خدمه طبيه وعلاجيه يوسف باشا. يعني ده رقم في 4 سنين في 4 محافظات، وضملنا محافظتين في التشغيل التجريبي حاجه تفرح. زي ما حضرتك قلت احنا بقى عندنا اداره كبيره جدا اسمها اداره رضاء المنتفعين. ازاي ندور على المنتفع ونشوف مدى رضائه عن الخدمه عشان نقدر نحسنها، وازاي يعني ناخد اجراءات بدايه من التدريب والتعليم لاي فرد
بيطلع لنا في التقارير والاستبيانات اللي المريض بيعملها بنفسه، المنتفع هو اللي بيعملها بنفسه الاستبيانات دي وبيملاها بايده، ولازم تتملي بايد المريض او من ينوب عنه. ما ينفعش تتملي عن طريق احد الناس اللي جوه المستشفى او جوه المنشاه عشان تبقى حقيقيه 100%. وصلنا من 90 ل 92 متوسط 91% في اغلب محافظاتنا، ودي ارقام حلوه جدا ما كانتش بتكون موجوده في القطاع الصحي قبل كده. 91% نسبه رضا المنتفعين في المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية. وزي ما بقول لحضرتك الإدارة دي طبعا يعني هي موجودة بره بكثافة في كل دول العالم. يمكن احنا الفترة اللي فاتت ما كانش فيه اهتمام في القطاع الصحي ان احنا نسمع آراء الناس، او ممكن كانت تبقى بنسبة بسيطة، ولكن احنا دلوقتي اي حد بيدخل المنشأة عندنا والله يوسف بي لازم يملا هذا الاستبيان بايده او من ينوب عنه من اهله عشان يكون في حقيقة ونقدر نصلح بجد. لان احنا اتعودنا من دكتور احمد الشوكي ان احنا ما ندفنش راسنا في الرمل، اي مشكله عندنا لازم نواجهها عشان نحسن من المنظومه، وده يمكن اللي خلى المنظومه في خلال 4 سنين تبقى قويه ويبقى ليها تواجد على الارض. المحافظات اللي احنا دخلناها على فكره برغم ان عددها قليله ولكن هي محافظات ذات طبيعه خاصه، وحضرتك عارف الجنوب طبعا الاقصر واسوان يمكن كانت الخدمه الطبيه عندهم قليله جدا. ومش هننسى واحنا بنمر واحنا بنجهز مستشفياتنا واحنا بنشوف الناس هناك بيقول لنا ربنا يكرمكم كنا بنشيل ولادنا واهلنا ونركب القطر بال 16 17 ساعه عشان ننزل نتعالج في القاهره، ما بقيناش بنعمل كده، انتوا جبتوا لنا الدكاتره وجبتوا لنا الاجهزه وجبتوا لنا المستلزمات. الكلام ده كله يخليك تفرح وعلى اعلى مستوى كمان يعني بالظبط. عايز اقول لك احنا عملنا اكتر من 450 الف عمليه جراحيه في ال4 سنين، رقم في 4 محافظات يخلي الواحد يبقى فخور بهذه المنظومه. احنا اعتمدنا وسجلنا اكتر من 157 منشاه، خدنا الجي سي اي اللي هو الاعتماد الدولي كمان المشهور في مستشفى شرم الشيخ الدولي. وان شاء الله باذن الله قريبا جدا، ودي بقى حصري ليك وليوسف الحسيني عشان انت حبايبنا، مجمع الاسماعيليه ان شاء الله باذن الله ومستشفى الكرنك الدولي في الاقصر ان شاء الله باذن الله قريبا جدا هياخدوا كمان الجي سي اي، لان احنا بنجهزهم دلوقتي لهذا الاعتماد الدولي عشان احنا عندنا جزء مهم جدا اللي هو الاهتمام بالسياحه العلاجيه، لان ده جزء يعني احنا شايفين ان هو حاجه من الحاجات المهمه اللي بتدخل دخل محترم لبلدنا، فلازم نبقى احنا من اوائل الناس اللي بتشتغل على القصه دي. عندنا التحول الرقمي ومصر الذكيه والجمهوريه الجديده، احنا عندنا دلوقتي 100% من المنشآت الطبيه الوحدات والمراكز اللي في الرعايه الاوليه بقت مميكنه بالكامل يا يوسف. 80% من المستشفيات، ودي حاجه عايز اقول لك يعني بتسهل جدا جدا على العيان والمنتفع وعلى الدكتور او الطاقم الطبي. العيان بيخش بدوسه واحده على الجهاز، بنفتح الملف بتاعه من يوم ما بدا معانا لغايه لو عدى على كذا منشاه، لو راح عمل عمليات، تاريخ المرضي كله موجود، الادويه كلها موجوده على الجهاز الكمبيوتر قدام الدكتور او الممرضه اللي بتتعامل معاه. سهلت كتير جدا، وفرت وقت كتير جدا. بدانا نعمل زي ما بتقول كده يعني بيست يوتيلايزيشن او الاستخدام الامثل لكل مواردنا، يعني اي مورد دلوقتي حضرتك عارف سواء على الجانب المالي او الجانب البشري العناصر دي بقت مهمه دلوقتي، وهي دي العناصر اللي العالم بيهتم بيها. احنا شغلنا كله دلوقتي ان احنا ازاي نستخدم كل الموارد البشريه اللي عندنا سواء عنصر مالي او عنصر الاجهزه او عنصر البشري، ازاي نستخدمه استخدام الامثل عشان نوصل للبيست يوتيلايزيشن او بنسميه الاوبتيمم يوتيلايزيشن، عشان يدينا في الاخر منتج او اوت كام كويس جدا اللي هو صحه المريض سواء بالعلاج او بالحفاظ على الصحه. لان جزء من اللي احنا بنفكر فيه دايما هو الوقايه، ازاي العيان بتاعي ما سموش عيان، يبقى انسان طبيعي جدا واقدر اتنبأ او فوركاست اللي ممكن يحصل له الفتره القادمه عن طريق بعض التحاليل او عن طريق بعض الفحوصات اللي منها طبعا مبادرات فخامه الرئيس اللي موجوده على في كل محافظات مصر واللي فادت جدا في السنوات الاخيره للقضاء على فيروس سي. اللي كان كل العالم بيقول لنا انتوا اكتر دوله عندها فيروس، دلوقتي العالم كله بقى بيدور احنا ازاي الناس دي كلها خفت بالطريقه دي ونسبه فيروس سي على فكره ده من الارض، يعني احنا كمان من مستشفياتنا والتحاليل الارقام بقت فعلا مبهره. احنا العيانين النسب قلت جدا 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 لايجاد فيروس سي. فالمنظومه انا بس انا محتاج اقف مع حضرتك بس عند الجزئيه الاخيره طبعًا مساله طبعًا ان احنا وصلنا كمان في منظومه التامين الصحي الشامل ان احنا بنتابع الحاله والمتوقع ليها كمان.
صحيح. يعني ما عادش بس ان احنا المريض او المتعامل خد الخدمه الطبيه وشكرا، لا. برافو عليك يا يوسف. ده يعني بص ملاحظه هايله. احنا اللي هو ده احسن حاجه على فكره، ان انت ازاي تقي وازاي تتوقع. ودايما الفوركاستنج او التوقع بيفيدك في قدام، ان انت بتقلل البردن او الحمل على مستشفياتك، لان انت لما بتتوقع من بدري بتاخد زي ما بتقول كده اجراءات للوقايه مع البني ادم اللي بيجي لك او المريض اللي بيجي لك. مريض السكر انت عارف ان هو كمان 5 سنين ممكن يجي له مشكله في القلب او ممكن يجي له مشكله في الكلى، طب اعمل ايه عشان ما يوصلش واقدر اخر له القصه دي؟ عندك عيله معينه بتعاني من مرض احنا عارفين انه ممكن ينتقل بطريقه ما للاولاد او الاطفال، نبدا ازاي نوعيهم؟ يبقى التوعيه والتدريب والوقايه، الحاجات دي كلها بتخلينا نوصل زي ما قلت لك للاستخدام الامثل. كل مورد عندنا لازم نحافظ عليه لغايه اخر لحظه. والله يا دكتور محمد، يعني في بدايه المشروع انا عن نفسي وانا راجل يعني اصلا في المجال الطبي وكنت عارف يعني ايه التعامل مع التامين الصحي والمستشفيات، في بدايه المشروع اعتقد ان كتير جدا ما كانش يحلم انه يسمع الارقام دي، ان عندنا 31 مليون عمليه، يعني عمليه متابعه اكتر من 31 مليون خدمه طبيه، حوالي نص مليون عمليه جراحيه، في منهم اكيد الخطير طبعا، اكتر من 107، كلها ارقام، و91% نسبه رضا المنتفعين، كلها ارقام يعني في الحقيقه كانت حلم. دي حقيقه، دي حقيقة. يعني لو كان أقل من كده كنا قلنا برضو الحمد لله. فده معناه إن المنظومة اشتغلت بطريقة يعني ما فيش بعد كده. طيب أنا عايز أقول لك إحنا كمان يعني هو هيزعل مني على الهواء دكتور أحمد السبكي، بس هو بيشد علينا عشان خاطر العيان في الآخر. الأرقام دي لسه برضو مش عاجباه وهو عايز أحسن من كده، وإحنا كلنا معاه عايزين أحسن من كده. ولكن هي زي ما حضرتك قلت، إحنا كبداية وك يعني مشروع وليد 4 سنين بالظبط، دلوقتي تم 4 سنين، هو زي البيبي بيكبر الحمد لله، هو اتولد عملاق صحيح زي ما حضرتك قلت، ولكن احنا عايزين احسن وبنحاول نشتغل على قد ما نقدر، لان استحاله تبقى 100% في كل حاجه في الدنيا، ما فيش حاجه كده في الدنيا ما فيش كمال، ولكن كل ما بتقرب من ان انت توصل لمرحله قريبه من ال 100% تبقى انت بتخطو خطوه كويسه جدا، وده هو هدفنا دلوقتي، ان احنا كل بقى المشاكل اللي بتظهر لنا حتى لو صغيره بنهتم بيها جدا. والله يا يوسف طول اليوم احنا ممكن تسمع مشاكل متعلقه بالخدمه، انت عارف عمرك ما هترضي الناس كلها، ولكن اصغر مشكله لازم نسمعها، وعندنا فريق كامل لسماع الشكاوي حتى لو صغيره بنهتم بيها ونفضل ندقق وراها لغايه لما نوصل لحل ليها او نتجنبها في الفتره اللي جايه، يعني حتى لو هي حاجه ملهاش حل في الفتره الحاليه يبقى لازم نتجنبها ونحلها. عندنا فريق مسؤول عن الريسيرش او الابحاث، عندنا فريق بيدرس كل الاجراءات الماليه ازاي نقدر نستخدم الحاجات اللي موجوده عندنا ونوفر ماليا للبلد، وكمان نكسب البلد وندخل لها موارد ماليه زي ما قلت لحضرتك، السياحه العلاجيه. السياحه العلاجيه الفرق كلها شغاله يعني زي ما بنقول كده على قدم وساق، عشان اي حاجه موجوده في طريقنا نحاول نحلها وكل العقبات نذللها في الاخر عشان خاطر اخواتنا واهلنا، لان هم في الاخر على فكره العيانين دول اخواتنا واهلنا، يعني بابايا باباك وهكذا، هم في الاخر هم دول اللي بيتعبوا، فلازم نكون بنفكر بالفكر ده، ان انا اهلي هم اللي بيتعالجوا، وبالتالي انا عايز كل مشكله لازم الاقي لها حل. في جزئيه الحوكمه هرجع اكلم حضرتك فيها، ان احنا عندنا اكتر من 4 ملايين ملف طبي مفتوحين، ملف طبي الكتروني، لكن في جزئيه المرضى والعيانين الارامل وذوي الاحتياجات الخاصه، الفئات دي تحديدا دكتور محمد نسبتها عامله ايه في المحافظات الاربعه اللي تم التعامل من خلالها؟ احنا عندنا طبعا النسب موجود على فكره، هو كل ذوي الهمم او الارامل او ذوي اللي هم اصحاب الامراض المزمنه او كبار السن او الاطفال الرضع، احنا اولا بيبقى ليهم معامله خاصه وكلهم عارفين واحنا بنقول الكلام ده على الهوا، كل منشاتنا الفئات دي بتعامل بحاجه اسمها فاست تراك، زي كده عارف يوسف شبه المطار، في ناس بيبقى معاها فاست تراك وناس بتمشي في الطريق العادي، هم معاهم يعني تصريح ان هم بيمشوا فاست تراك مش بيمشوا ورقه ورقه، لان هم طبعا بيبقى ليهم ظروف خاصه، اهالينا كبار السن او ذوي الهمم اللي كلنا
يعني بنحبهم والاطفال الرضع وكل الناس دي. اولا انا بكلمك على القطاع الطبي الاول كجزء طبي ليهم فاست تراك عندنا. الجزء الثاني ان هم بيتم معاملتهم عن طريق الهيئه الثانيه وهي هيئه التمويل اللي هي هيئه التامين الصحي الشامل، ان هم بيبقى ليهم استثناءات كتيره جدا في الاشتراكات وفي الجزء المالي عشان نكمل بعض. فالجزء المالي في الهيئه الثانيه هيئه التمويل بيبقى فيه عندهم حاجات رمزيه جدا وساعات بيتم استثنائهم. عندنا احنا في الجزء العلاجي والجزء الطبي الاهتمام الشديد. عايز اقول لحضرتك يعني يمكن دي بقى برضو يعني لأ بنطلع فرق للمنازل في الحالات اللي ما يقدرش يجي لنا المنشآت. يعني احنا يعني عندنا فاست تراك اللي هو يعني حاجه كده زي الكشف المستعجل، بتخش انت اجراءاتك على طول. على حاجة تانية كل اللي احنا قلناهم كبار السن وذوي الهمم والاطفال الرضع كل دول اصحاب الامراض المزمنة كل دي ليهم فاست تراك بيخش على طول، ما يستناش بقى يخلص ورق ويراجع ملفات والكلام ده كله. وكمان التعامل مع الهيئة الموازية اللي هو للاشتراكات، اللي مش قادر مثلا يدفع اشتراك بتساعدوه. برافو عليك. الحاجة التالتة ان هو ممكن زيارات للمنازل. طيب انا الجزء اللي انا كنت هشرحه لك ان احنا عندنا بعض كبار السن تمام. وبعض ذوي الهمم ما بيقدرش يجي المتابعه بتاعته او المتابعه الشهريه او يجي يعمل التحاليل، في فريق طبي بيتحرك دكتور وتمريض ولو محتاجين يعني كمان اداري او حاجه للتسجيل بنروح لهم لغايه المنزل وبيتم الكشف عليه وسحب التحاليل لو احتاج وتوصل له نتائج التحليل كمان بعد كده والله لغايه باب البيت. والله يا دكتور محمد زي ما قلت لحضرتك اللي حضرتك بتحكي فيه ده حلم بيتنفذ على ارض الواقع، وفي 4 سنين كمان واسمح لي اذا كان الوقت المداخله ضيق يكون في فقره مع حضرتك او مع الدكتور احمد السبكي تشرفونا، ويا ريت كمان يبقى في جوله على سبيل المعايشه نشوف ده على ارض الواقع. اسمح لنا بده ان شاء الله. مع يوسف واعتبر الدعوه موجوده انا او يوسف على الارض يعني. في اي محافظه انت تحبها. ربنا يخليك. انا بشكرك جدا دكتور محمد وبشكر كل المنظومه وعلى راسها دكتور احمد السبكي طبعا، كل التحيات لي ولكل من شارك في نجاح هذه المنظومه في هذا الوقت القصير بالنسبه لمشروع ضخم زي مشروع تامين الصحي الشامل. الدكتور محمد العقاد رئيس الاداره المركزيه للرعايه الصحيه والعلاجيه بالهيئه العامه للرعايه الصحيه، انا بشكرك جدا لوجودك معانا يا فندم. الحقيقة أنا بأكد على أن الجامعات بكافة مؤسساتها بتساهم في هذه المنظومة، وبشكر الزملاء في جامعة طنطا الحقيقة اللي قاموا بدور كبير في هذه المنظومة، مؤسسة حياة كريمة برضو دعمها معانا لأداء هذا الدور. النهاردة شفنا برضو توقيع العديد من البروتوكولات على هامش هذا المنتدى لتأكيد دور التعليم والبحث العلمي وربطه مع الصناعة وكافة المؤسسات وصولا إلى تحويل الابتكارات والأبحاث إلى منتج وطني نستطيع أننا نوطن الصناعة الوطنية. وشفنا على هامش هذا المنتدى النهاردة إزاي بنكتشف المواهب والمبدعين والمبتكرين من الطلاب. شفنا النهاردة العديد من المشروعات الحقيقة طلابنا في جامعة طنطا اشتغلوا عليها، وعارفين قد إيه دلوقتي الجامعة بتساهم بتمويل ورعاية هؤلاء المبتكرين لتحويل هذه الابتكارات إلى منتجات من خلال مفهوم ريادة الأعمال، وده الحقيقة جهد بيشكر عليه الرئيس الجامعة والسادة النواب والسادة عمداء الكليات. الحقيقة المؤتمر السادس اللي بتعقده جامعة طنطا بهذا الخصوص بيهتم اهتمام بالغ بدور الجامعات في التنمية المستدامة للدولة المصرية، والانتقال إلى جامعات الجيل الرابع تحت الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي أطلقها معالي وزير التعليم العالي الأستاذ دكتور أيمن عاشور في مارس الماضي، وكيف يمكن أن تتوافق الجامعات مع الصناعة وتحول الأفكار الابتكارية إلى منتجات صناعية بالفعل تستفيد منها المجتمع المصري وتقلل من فاتورة الاستيراد، في نفس الوقت اكتشاف الموهوبين والعباقرة اللي موجودين في ما بين طلابنا سواء في الجامعات أو حتى في المدارس. المبادرة مبادرة جيدة جدا، وهذه الدعوة ليست الأولى ولكنها بقى لها أكثر من مرة، وإحنا طبعا سعداء جدا كمجلس نواب وكاتحاد عام جامعات الأهلية نشارك
خاصة مبادرة حياة كريمة دي مبادرة يعني هتغير يعني وضع أكثر من 60 مليون مواطن مصري في أكثر من 22 محافظة في أكثر من 4500 قرية. النهاردة طبعا مؤتمر بيئي فمركز طبعا في الندوات البيئية للطلاب ونعرفهم يعني البيئة عندنا إزاي نتعامل وإزاي نحاول إحنا على قد ما نقدر اللي إحنا يبقى في بيئة كويسة يعني. احنا مبسوطين جدا بالمشاركة هنا بحيث اللي هم بيدعمونا قد ما يقدروا هم جابوا لنا دعم مالي وغير اللي هم بيدعمونا بفلوس بفوند بأفكار يوفروا لنا فرص اللي احنا نطلع في حاجات زي دي نقابل شركات زي دي نعرف شركات مختلفة بحيث اللي احنا نقدر نوصل قد ما نقدر في فكرتنا الأعلى لأقصى حد. احنا عملنا منظومة انتاج بايوديزل وجليسرول منظومة كاملة بتنتج حوالي 40 لتر وقود حيوي وحوالي كيلو جليسرول في المرة الواحدة. أنا عملت مدينة اسمها سمارت سيتي أنا سميتها كده عشان كل حاجة بتقوم فيها على الاستدامة والبيئة النظيفة. يعني أنا عملت طاقة شمسية بتحاكي الواقع ودي شفتها في كلية هندسة هي وطاقة الرياح. وكمان عملت بدل السلات الكمامة اللي هي بتهدي البيئة عملت مكان اللي هو بنحط فيه المواد المخلفة بتطلع لنا أماكن حاجات ممكن نعمل فيها في الصناعات. أهلا بحضراتكم. بالتزامن مع زيارة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي لمصر أورسولا فوندرلاين وقلنا أن المفوضية هي الذراع التنفيذي للاتحاد، قلنا كمان في بداية الحلقة أن الزيارة إذا كان تم الحديث فيها عن الجهود المصرية الأوروبية المشتركة لوقف الحرب في غزة كمان كان فيه الحديث عن طبيعة الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. بالمناسبة الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول لمصر بحجم استثمارات تقدر بحوالي 38 مليار يورو بنسبة 30% تقريبا من كل الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مصر. إزاي مصر تقدر تزود من حجم الاستثمارات الأوروبية دي وإيه هي ملامح وسمات الفرص الاستثمارية اللي بيقدمها الاقتصاد المصري في ظل عملية الإصلاح الاقتصادي الشاملة واللي انطلقت في مصر سنة 2016؟ كل ده هنعرفه واسمحوا لي أرحب في هذه الفقرة الرئيسية بضيفي اللي مشرفني في الاستوديو دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس. دكتور محمد أهلا بك معنا يا فندم. يا أهلا وسهلا بعدك يا فندم. أهلا بحضرتك. زيارة مهمة جدا من رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي لمصر كان تناولت الحديث فيها عن أو مهم أن يكون في حديث عن طبيعة العلاقات الاقتصادية ما بين مصر والاتحاد الأوروبي باعتبار أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول لمصر. إزاي نقدر نستغل في ظل المعطيات الاقتصادية وفي ظل خطة مصر للإصلاح الاقتصادي واللي تم إطلاقها في 2016 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي؟ في البداية برحب بحضراتكم بالسادة المشاهدين. طبعا هو الاتحاد الاوروبي هو الشريك زي ما حضرتك تفضلت في المقدمه هو شريك اساسي من الاقتصاد المصري. استثمارات بتقريبا ثلث الاستثمارات الاجنبيه المباشره هي شراكه الاتحاد الاوروبي في الاقتصاد المصري. يمكن الازمات اللي مرت بالعالم خلال السنوات القليله الماضيه واهمها طبعا الازمه الروسيه الاوكرانيه وجهت الانظار طبعا لاهميه الدور المصري باعتبارها هي شريك اساسي باعتبارها هي السوق يمكن كانت البديل الامثل والامن لاحتياجات الاتحاد الاوروبي من الغاز ومشتقات النفط ومشتقاته. طبعا الاستثمارات اللي بتتوجهها النهارده للاتحاد الاوروبي للداخل المصري باعتبار مصر قدرت في خلال استضافتها لقمة المناخ في نهاية العام الماضي أن تسلط الضوء على إمكانياتها وما تمتلكه من قدرات أن تصنع الهيدروجين الأخضر اللي بينظر عليه العالم كله بعين الاهتمام. وقدرت مصر أن تتوج هذا اللي تسليط الضوء بافتتاح أول مشروع صناعي منتج بالفعل في المنطقة بالكامل نظرا لما تمتلكه مصر من بنية تحتية تؤهلها من تصنيع الهيدروجين الأخضر اللي هي متمثلة في مزارع الرياح والطاقة الشمسية اللي كانت مصر ليها دور السابق فيها بالمنطقة بالكامل.
فكانت فرصة لتسليط الضوء على هذا الملف تحديدا. عشان كده شفنا ضخ استثمارات وتوقيع اتفاقيات كبيرة جدا من بعد قمة المناخ اللي كانت في 11 السنة اللي فاتت في ملف الطاقة تحديدا. فعشان كده بنقول ان الاستثمارات اللي بيمتلكها الاتحاد الاوروبي في مصر ان كانت ان هي النهاردة تمثل ثلث الاستثمارات، اعتقد في ظل امتداد الصراع الروسي الاوكراني والصراعات اللي امتدت طبعا من ضمنها طبعا واهمها على الساحة دلوقتي الصراع الإسرائيلي في غزة، أعتقد ده كله بيعيد رسم أو بيؤكد طبيعة الحال إن لابد من صياغة خريطة اقتصادية عالمية. فمصر بتتوسط هذه الخريطة سواء مع الجانب الإفريقي سواء مع الجانب العربي سواء مع الجانب الأوروبي واللي بنشدد عليه النهاردة، هي مصر لها مكانة متميزة، أعتقد إن هي قابلة للزيادة في طبقا للمعطيات اللي موجوده على الساحه العالميه. كمان دور مصر في القاره الافريقيه، احنا من يومين كان في او ما زلنا في اطار المعرض الافريقي للتجاره البينيه، وان مصر دايما بتسعى لادماج الاقتصاد الافريقي في الاقتصاد العالمي. صحيح. وان مصر تكون بوابه السوق الاوروبيه للدول الافريقيه والعكس. بالفعل. خلينا نقول ان يعني احنا شفنا المعطيات او التعامل المصري مع الملف الافريقي اختلف تماما في خلال الثمان سنين اللي فاتوا، وشفنا القياده السياسيه عندنا سياده الرئيس دايما بيحمل على عاتقه عبء القاره الافريقيه، وان هو يلقي الضوء على ما تحتاجه القاره الافريقيه في كافه المحافل الدوليه، دايما سياده الرئيس بيلقي الضوء على الفرص التمويليه اللي بتحتاجها البنيه التحتيه اللي افتقرت اليها القاره الافريقيه. عشان كده المعرض لما تم استضافته النهارده في مصر اعتقد ان هو فرصه لتسليط الضوء على ما تحتاجه القاره من في الانشاء بنقول بتنميه مستدامه للارتقاء بشعوب القاره الافريقيه من جهه، وتسليط الضوء على ما تمتلكه القاره من ثروات غير مستغله. فكره النهارده ان بنسعى الى توطين صناعات داخل البعد الافريقي باعتبار ان مصر هي البوابه الشرقيه للقاره الافريقيه، ويمكن دوت بنشدد عليه بفكره زياده التبادل التجاري. مصر كان ليها السبق في العديد من المبادرات التجاريه، مبادره جسور اللي هي الربط للربط التجاره المصريه مع دول شرق دول غرب افريقيا، للمبادره الكوميسا والاكواس طيب فيما يتعلق باوروبا والاتحاد الاوروبي، مصر ازاي تقدر تزود حجم الاستثمارات؟ اذا كنا بنتكلم على ثلث الاستثمارات الاجنبيه المباشره في مصر هي اقتصاد اوروبي، ازاي نقدر نزود ده في الفتره اللي جايه؟ طبعا احنا الفرص اللي موجوده دلوقتي خلينا نقول احنا مصر بتعاد صياغتها من جديد، يعني فكره الجمهوريه الجديده اللي احنا بنقولها دلوقتي ده مش كلام على الورق، لا ده هي ارض يعني اعاد صياغه مصر من بنيه تحتيه تؤهل الى جذب استثمارات. يعني النهارده لما بتكلم في ملف الطاقه بقول ليه مصر النهارده هي قبله الاستثمارات او العالم كله بينظر عليها بعين الاعتبار، لان كانت مصر اهلت نفسها في بنيه تحتيه محطات طاقه شبكات طرق تاهيل نفسها بالكامل، ده في ملف الطاقه بس. لكن النهارده مصر اعادت صياغه الخريطه الاقتصاديه المحليه، عشان كده بنقول الفرص الاستثماريه الموجوده واعده في كافه القطاعات. النهارده مصر بتدعم التوطين للتكنولوجيا، ونقول منحت المستثمر سواء المحلي او الاجنبي المزيد من الحوافز اللي تخليه ينضم للاقتصاد المصري. مصر عدلت زي ما بنقول، كان في اصلاح اقتصادي، كان في اصلاح تشريعي، يمكن ذلل كل العقبات اللي كانت بتقابل في فتره من فترات المستثمر. دايما الحديث بيكون عن تذليل كل العقبات امام المستثمر الاجنبي، يمكن النهارده كمان كان في جوله لرئيس الوزراء في مصانع في العاشر من رمضان، وتكلم عن الاستثمار الاجنبي وضروره اشراك القطاع الخاص، وان كل سواء الانتاج المصانع المحليه او الاستثمار الاجنبي المباشر. لكن في توقعاتك يعني ماذا كانت تحمل اورسولا فون دير لاين في جعبتها لمصر فيما يتعلق بتنشيط او نمو او زياده معدل التبادل التجاري والاقتصاد الاوروبي في مصر؟ طبعا زي ما قلنا لحضرتك الازمه العالميه اللي ما زالت مستمره، ويمكن اهمها طبعا ازمه بتكلم على تحديدا الازمه الروسيه الاوكرانيه، طبعا وضعت مصر في اللي هي البديل الامثل. النهارده بتكلم على حجم تجاري زاد جدا في 22 بالمقابل 21 من 9 مليار لتقريبا الى 16 مليار يورو. اعتقد لما نشوف في الملفات اللي تم استهدافها بتكلم على اللي هي الوقود المعدني غاز ونفط، بتكلم على اسمده، بتكلم
على صناعات نسيجية، بتكلم على المحاصيلات الزراعية، فكل هذه الملفات بالنسبة لمصر أعتقد أن هي واعدة وبديل أمثل وآمن للاتحاد الأوروبي، قرب المسافة، المزايا اللي موجودة، إعفاءات جمركية، فكل دوت بيقول أن الموضوع قابل للزيادة. ويمكن النهاردة مصر يمكن اشتغلت على نفسها في موضوع الأزمات اللي بتمر بالعالم، حولت دائما بتعمل على تحويل المحن إلى منح. فالنهاردة اللي احنا بنقول عليه الأزمة اللي ما زالت مستمرة بتدعم اللي يبقى فيه قابلة الاستثمارات، قابلة للاستثمار للزيادة، التبادل التجاري قابل للزيادة. ويمكن النهاردة بنحاول في اتجاه اللي هو ان يبقى الموضوع كان في عجز تجاري ما بيننا وبينهم، طبعا الكفة الأكثر مائلة ناحيتهم، لكن النهاردة الأمور بتبتدي تنحصر وفي زيادة في الصادرات المصرية إلى الجانب الأوروبي. ويمكن دوت في حد ذاته إنجاز، النهاردة بدي تزود في الصادرات من جهة وبقلل من الواردات من جهة أخرى. أعتقد أن مصر اشتغلت كتير على محورين، البنية التحتية والبنية التشريعية في تسهيل عملية الاستثمار. احنا هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك ومشاهدينا، هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ومع ضيفنا اللي منورنا الدكتور محمد البهشاوي الخبير الاقتصادي، كل ما يتعلق بالاقتصاد الأوروبي تحديدا في ظل زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر النهاردة. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. أهلا بحضراتكم من جديد في فقرتنا الرئيسية من التاسعة، واللي بنتكلم فيها عن أبعاد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين لمصر النهاردة، وما يرتبط بهذه الزيارة اقتصاديا. معنا منورنا في الاستوديو الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس. برحب بحضرتك تاني يا دكتور معنا. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الاتحاد الأوروبي دايما بيكون عنده هواجس من مسألة الهجرة غير الشرعية، وخصوصا إذا كانت المنطقة اللي بنتكلم فيها منطقة فيها اضطرابات. أعتقد أن الزيارة النهاردة كان اقتصاديا الموضوع ده بيأثر الهواجس دي أو الهاجس من الهجرة غير الشرعية لدول أوروبا وتأثيرها الاقتصادي، كيف يمكن التعامل مع هذه المعادلة؟ طبعا هو ملف الهجرة غير الشرعية هو ملف مؤرق للجانب الاتحاد الأوروبي، فعشان كده النهارده برضو بنتكلم ان هو البديل ليه ان هي اتاحه فرص تشغيل لدول القاره الافريقيه، لان طبعا هي اكثر الهجره غير الشرعيه من دول القاره الافريقيه. بالظبط كده. فعشان كده دايما بيبقى يمكن حتى السيد الرئيس دايما بيشدد على هذا الملف تحديدا، ان القاره الافريقيه القاره الاوروبيه تتحمل تبعيات او اعباء لهذا الجزء، اللي هي طبعا هو بالنسبه لها مشكله مؤرقه اقتصاديا وامنيا. بالضبط. لابد من توفير فرص تشغيل لدول القاره اللي يعني كانت مرتع خلينا نقول الاستعمار، فترات استعمارية انهكت الشعوب الأفريقية، والنهاردة بتدفع القارة، ما زالت تدفع القارة الأفريقية يعني استكمال الفاتورة في شكل تغيرات مناخية بتؤثر بالسلب طبعا على كل القارة الأفريقية. فالنهاردة يمكن هي الدولة القارة الأفريقية بتدفع الفاتورة بدون هي تكون هي محدثة الأثر في الأساس. فعشان كده بنقول هي فرص التشغيل مش هتيجي إلا باستثمارات أو بضخ استثمارات، سواء في البنية التحتية اللي بتحتاجها القارة الأفريقية، ومصر باعتبارها هي دولة محورية زي ما قلنا. أيوة. وتعتبر بوابة للقارة الأفريقية، فممكن من خلال التجربة المصرية اللي بينظر إليها كل القارة الأفريقية باعتبارها أنها ممكن قابلة للتطبيق داخل القارة الأفريقية، لفكرة الاستحداث بنية تحتية، فكرة الارتقاء بمستوى الخدمات المؤدة للشعوب، فكرة الاستدامة في المشروعات اللي بتحتاجها القارة، فكرة الاقتصاد الأخضر، ويمكن هو دوت الاقتصاد الأخضر واستدامته أعتقد النهاردة من أهم المشروعات أو من أهم المحاور اللي ممكن يتم فيها دعم القارة الأفريقية في شكل مشروعات واستثمارات من قبل القارة الأوروبية بالكامل أو الاتحاد الأوروبي، وضخ هذه الاستثمارات في الداخل الأفريقي، منها تعيد إحياء فرص التنمية من جديد، وتعيد للقارة الأفريقية ما تم من نهب الثروات في شكل خدمات واستثمارات. وأعتقد أنها تكون فرص إتاحة فرص تشغيل للشباب اللي هو بيسعى إلى الهجرة غير الشرعية، وهو دوت طريقة محاربة الهجرة غير الشرعية هتبقى عن طريق ضخ استثمارات وإتاحة فرص عمل للشباب الأفريقي. اتفاقية الشراكة اللي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي
من يعني من حوالي 2010 تقريبا الاتفاقية. هل أتت ثمارها إلى الآن هذه الاتفاقية أم نحن بحاجة للمزيد من التعاون في مجال الاستثمار وتحديدا الاستثمار الأجنبي المباشر؟ طبعا هي الاتفاقية كانت يعني جيدة جدا باعتبارها أن هي بتذلل كافة الرسوم الجمركية، بتتيح فرصة التبادل التجاري ما بين الطرفين، فأعتقد أن هي مرضية، ويمكن العمل على زيادة التبادل التجاري هو هدف الدولة بتسعى إليه. يمكن يعني النهاردة فكرة المبادرة اللي أطلقها سيادة الرئيس بالوصول بالصادرات المصرية 100 مليار دولار، أعتقد أن احنا في طريقنا للوصول لهذا. كان حلم، يمكن في بداية المبادرة كان حلم وصعب الملال، لكن مع الجهود اللي واللي بنقول السعي اللي بنشوفه من سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء، أعتقد أن الأمور في طريقها ممكن للوصول. ففكرة أن التجديد أو خلق اتفاقات جديدة أو شراكات جديدة هي موجودة بالفعل، يمكن بس هي الفكرة أن الأزمات وضعت مصر في بؤرة الأحداث، ووضعت مصر باعتبارها بما تمتلكه من إمكانيات، ان هي مش عشان يعني مش عشان خاطر لا، هو العالم هي مصر هذه النظره بالظبط. النهارده هي مصر ليها دور محوري ما بين عربي افريقي اوروبي، فاعتقد النهارده الامور في صالح مصر ان هي يكون ليها دور كبير في المستقبل باذن الله. احنا اخيرا احنا محتاجين استثمار اجنبي مباشر في الفتره الحاليه. بالفعل طبعا، هو الاستثمار الاجنبي المباشر معناه رؤوس اموال وتوطينها في الداخل، ويمكن الاهم كمان مع رؤوس الاموال اللي احنا بنحتاجها لتوطين تكنولوجيا جديده على البعد المصري او على الاقتصاد المصري. ده معناه ان زياده الحصيله الدولاريه، معناه اتاحه فرص تشغيل، معناه استقرار في الوضع الاقتصادي المصري. وطبعا بتكلم دايما المستثمر الاجنبي لما بيضخ استثماراته في شكل استثمار اجنبي مباشر، بيبقى المنتج اللي بينتجه جزء منه السوق المحلي وجزء منه التصدير. واحنا عندنا البيئه التشريعيه اللي تسمح بده. اعتقد ان احنا حتى في ايجابيه في موضوع التشريعات، في ايجابيه حتى لتلافي اي عقبات ممكن تحدث في المستقبل. أنا بشكرك جدا دكتور محمد البهواش الخبير الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، نورتنا يا فندم. شكرا لحضرتك وشكرك فندم. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم. هسيب حضراتكم دلوقتي بعد ما وصلنا لنهاية حلقتنا مع صديقي كابتن كريم رمزي ورقم 10. تصبحوا على ألف خير ودمتم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم.